بسم الله الرحمن الرحيم. خدمة أهل الزوج وأخوانه هي طبعا ذاكرة قصة كلش طويلة، بس أنا اختصرتها لأن الوقت هم ما يسمح. بلي. مسألة الزوجة حينما تخدم أهل الزوج، طبعا هي من ذاتها، نعم، هي تقوم وتخدم، هي مو واجب عليها، نعم، ليس واجبا عليها، تمام، فقط قدامها شنو؟ رجالها. وحتى زوجها هي مو واجبة أنه تخدمه، تمام، وإنما هاي شنو؟ من ذاتها، هي من ذاتها المرأة ما تحب أنه تبقى قاعدة وممكن تجيها الحكاية ومن هالقبيل هذا، فتندفع إلى شنو؟ إلى مراعاة الزوج حتى يرضى عنها، فتطبخ له وتغسل له مثلا هدومه وتنظف له بيته. هذه المرأة من ذاتها هي تقدم هاي الخدمة، وإلا هو شنو؟ مو واجب عليها أن تأدي هذه الخدمة، تنظيف البيت أو الطبخ أو الملابس، تنظيف أو تكيئة وغيرها. مرحلة تقول حتى ملابس لا مو واجب، ملابس ملابس يعني عيالها أنه تغسلها، وتقول إذا فرضا ما أغسلها أو ما أقوم بخدمتهم أتعرض للضرب وللإهانة، فتطلب من جنابكم التوجيه لزوجها، تقول خلي السيد يوجه فت كلمة لمثل هؤلاء الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. احنا في البداية نذكر انه المسألة هذه لا يجوز تكليف المرأة باكثر من واجباتها كزوجة بالنسبة لزوجها، وهي مسألة الفراش وعدم الخروج من البيت الا باذنه، هذا هو الذي يجب على المرأة. أما باقي الأشياء فهي مستحبة، تندفع من ذاتها المرأة لأداء هذه الأعمال، أما تكليفها بأعمال إضافية لغير زوجها هذا لا يجوز شرعا، تمام. وبعد ذلك كله تقول أنه ممكن يضربوها أيضا إذا ما نفذتها، هذا لا يجوز، وعليها أن ترفع مثلا أمرها إلى حاكم شرعي إلى غيرها، أو مثلا من يؤثر على هذا البيت من الوجهاء من الناس الطيبين يذكرونهم أنه ترى هذه مو من واجبات المرأة، واجبات المرأة لزوجها وليس لأهل زوجها. بلي. سيدنا للأسف يعني حتى بعض العوائل ما يستقبلون بيتهم إذا أجت زعلانة أو تعاني من عيالها أو زوجها، يقولوا لها يلا خلاص هو هذا قسمتك وانت لازم ترضين بهذه القسمة. الدورة هنا على قولته هن يزيدون الطين بلة، راح يأثر العامل النفسي، راح يكسرون نفسيتها هذه المرأة البسيطة اللي هي لا حول ولا قوة. المرأة ما عندها غير أهلها، من تروح لأهلها كذلك هذا الرد الموجود. طبعا مسألة انه اذا جتي الى اهلها مثلا وشكت لهم هذه الحالة، خل اهل مو معناها انه يذبون الصوت بيها ويقولوا لها رجعي، لا، على الأقل يتحققون، إيه؟ على الأقل، نعم، يتحققون. زين، إذا لقوها مثلا المرأة بيتهم يعني متجاوز الحقوق الشرعية، يقولوا لها إيه نعم رجعي إلى رجلك، روحي رجعي إلى زوجك، تمام. أما إذا لا، الحقوق الشرعية هي مأديتهم، ما طالعة من البيت، ما عاصية رجلها مثلا في الفراش وغيره، هذه الحقوق الشرعية بالنسبة للزوج على المرأة، تمام ولا أكثر من هذا لازم يكون أهلها هنا يقفون وقفة أمام الزوج يقولون لا هذا مو واجب، هذا مو واجب، هذا مستحب من ذاتها مثلا، وإذا أكو تقصير ينبهون الزوج على التقصير. أما أنه يدفعون المرأة ويقولوا لها خلاص هاي قسمتك روحي، لا، هذا في هذه الحالة هذا حكم جائر وظالم، لا يجوز للأهل أن يمارسوا مثل هكذا ظلم على بيتهم. أحسنت.